قطايب بالكريمه، تعالي اشتري كده قطايب بالكريمه من اي مكان اي طبق فيه بكام، مع ان هو ما فيهوش حاجه، ده القطايف عجينه والكريمه بجيب الكيس قد كده بالشيل يعني ببلاش، يعتبر بالنسبه يعني لما انا اجي اشتري طبق انا لما اجي اعمله مش هتكلف عشره مش هقول لكم ربعه، لا بيختلف في السعر جدا. فانا عندي كده كده الشربات موجود عاملاه من قبل رمضان علشان يقعد معايا فتره كده شربات تقيل. القطايف اشتريتها او انا عملتها، طبعا لو عملتها كمان هترخص الدنيا جدا جدا جدا، يعني ده بمعلقه نقطه هتعمل قطايف عصافير وسوداني وكريم شانتي مضروب اهو، بس بتجهز لكم الاكل خلاص خلص. تمام، هنعمل ايه؟ هنمسك القطايف كده اهو نعمل لها نص زي قرطاس اهو كده كده بقت نص، نعمل كل الكميه دي كده عصافير، طبعا بتبقى صغنونه قوي دي حلاوتها في الكريمه. تمام اهي كده، وبعدين نروح ايه قليانها في الزيت. تمام خلاص ادي كده اهو، هنعمل القطايف بالمنظر ده كلها العصافير كده، اقعدي بقى تسلي فيها، طبعا مش هقعد كل انا كل الكميه دي لا مؤاخذه يعني. وراح ايه، لا انا مش انا عاملاها قرطاس دي عشان بالكريمه، ما دي مش العادي، بيقول لي ما قفلتش القطايف، لا فعش هي كده بس كده اهو خلاص عملناها، هتنزل على الشربات البارد ولازم تتحشي وهي بارده. بص انا بعمل ايه، كريم شانتيه كده بحطه جوه ايه القرطاس اللي انا عملته زي ما قلت لكم اهو، وكده هقفل بقى مش هينفع ان انا ما ينفعش احط طبقيه زي ما قال لي كده مخرجنا العظيم، بيقول لي احط انت مستجد انت قديم معانا، حتى احط الكريمه جوه القطايف واقليها، استحاله اوعوا تعملوا كده، اوعوا يكون حد سمعه ولا حاجه، انت هتلاقيها ساحت وطلعت من القطايف بقى حالتها بالبلق، اوعوا تعملوا كده، هي دي كده حلوه قوي وجميله وفي منتهى الشياكه.